السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديالكم ESPTP شانيل. إن شاء الله اليوم غنحاولوا نتكلموا على الفلويد ميديكو، كيفاش نديمونسيوني واحد الريزو ديال الفلويد ميديكو دو أ أ زد، يعني دوبوي لا برودكسيون ديال هاد الفلويد ميديكو دوبوي فيغ لا تيت دو لي دو شاك شومبر مثلا في واحد ليتابليسمون دو سونتي. Quel que soit l'établissement, qu'un hôpital ou le centre hospitalier ou n'importe quel. L'essentiel. Kif tu vois l'image, yani tu vois la production du fluide ou la centrale de stock du fluide. C'est-à-dire qu'on a soit la production ou la centrale de stock. L'essentiel. Supposons que parmi les places qui vont faire la production, soit la production de l'oxygène, soit l'azote, soit le vide, production de le vide, soit le stock de quel que soit, yani, il peut être CO2, les vides cigares, l'air moteur, le N2O, le protoxyde d'azote. L'essentiel est la production de les airs, les fluides médicaux, qui sont dans un endroit où ils sont séparés dans le bâtiment qui est de santé, yani, l'hôpital ou le centre hospitalier. Mais bien, comme vous voyez ici, il y a un réseau, qui s'appelle le réseau primaire. اللي تيجيب لينا من برودكسيون يعني سوبوزو ان هذا برودكسيون ديال الاكسجين غيكون هنا غيكون هذا لو ريزو بريمير هو هذا البياض مثلا هو طالع غادي يمشي غادي جوسكا الشومب هنا مثلا هذا تيتسمى ريزو بريمير هنا نقدروا نسميوه بريمير سيكوندير يقدر هو اللي تيكون في لا ديستريبيسيون عندنا بريمير هو الاول هنا عاوتاني درنا برودكسيون كاين هنايا ان سو دي سويت ليسونسييل حنا الهدف ديالنا هو نحدو لو ديامتر او نيفو شاك ترونسون مثلا هاد الطرف هذا من لهنا الديامتر ديالو مختلف اوتوماتيكمون على هاد الديامتر مختلف على هاد الديامتر اللي غيكون على الانتيريور ولا او نيفو ديال لي زونتين فيغ لي شومبر بوغ فواغ هذا اون ديتاي يعني غادي هو الغرض ديال هاد الفيديو ولا هاد التيتوريال ان شاء الله اللي غادي نديرو اليوم كيف تشوفوا في ليماج عندنا لي تويتري اون كويفر هي هاد لي تويتري اللي تيكون تيدوز فيهم الغاز ولا لي فلويد ميديكو هادو سون هذا بحال غنقولوا سون دي بريز هادو لي بريز سيغا يقدروا يكونوا زوتر بريز ديال لو فيد ميديكو ولا البريز ديال الفلويد ميديكو يقدر يكون ان بريز ديال الاكسجين سون بلابل هذا تقريبا بريز ديال لو فيد بريز ديال لير كومبريمي ديال بروتوكسيد لازوت لير موتور سي او 2 انسي دو سويت هنا هذا هو السنترال دو برودكسيون ديال لي زير ديال لو فلويد ميديكو هذا غير ايماج مصغره وهنا كاينين بري ابورتي يعني كاينين دي بوتاي دو غاز هنا يقدر يكون فيهم الاكسجين يقدر يكون فيهم سي او 2 بروتوكسيد داكسوت دازوت انسي دو سويت هادو سون دي بوتاي ليسونسييل حنا المهم عندنا هو ديمونسيونمون ديال هاد لي تويتري هاد لا تويتري نعرفوا الديمونسيونمون ديالهم اول نقطه تنقترحها لكم هو نشوفوا لا ليجوند مثلا عندنا واحد البلان ديال فلويد ميديكو غنصايبوه مثلا واول حاجه غتكون عندنا في هذا البلان غتكون عندنا غنقراو هي لا ليجوند لا ليجوند كيف تشوفوا عندنا هاد لي سين هادو ديسيني سويفون لي نورماليزاسيون فرونسيز هاد لي نورماليزاسيون فرونسيز تيكون هما اف دي اس 90-155 تيعطيونا كتديري لنا هاد النورماليز هاد لي ديسان هادو هاد لي سيمبول بلوتو هاد لي سيمبول شي يعني هاد السيمبول هذا واحد بتي سيركل وفيها واحد تري انكليني اون روج يقدر يكون اي لون غير انا درتو اون روج ليسونسييل سيركل وفيه بتي تري انكليني هو البريز دوكسيجين انا درت ليه او الانتيريور باش بو فاسيليتي ليكسبليكاسيون بار لا سويت هاد لو فيد هو سيركل مخلينو هما سيركل درت ليه في فيد هذا بريز دو فيد هذا البريز ديال لير كومبريمي ريسبيرابل ديال بريز اير ميديكال هذا بريز بروتوكسيد دازوت ان دوزو هذا البريز ديال لير موتور بور انسترومون شيرجيكو هذا البريز ار سيغا هذا الفيد سيغا هذا السي او دو ميديكال انس دو سويت دابا حنا بالنسبه للاكسجين اكوا سير اصلا يعني علاش تنستعملوا الاكسجين هنايا تنستعملوه بور ريانيماسيون مثلا اتيتر ديكزومبل بالنسبه للفيد اكوا سير هذا البريز ديال الفيد يعني
تنستعملوه بوغ اسبيري لي ميكوزيتي و لي ليكيد بيولوجيك. مثلا سيبوزون حنا مشينا عند واحد دونتيس، هاد القضيه باش لا بلوبار ديال الناس تكونوا عارفينها. تمشي عند الدونتيس تلقى واحد واحد التروك تيديرو الدونتيس في الفم ديال الباسيون، تي ابسوربي هذوك لي ميكوزيتي اللي تيكونوا لا ليكيد بيولوجيك اللي تيكونوا لا ان كيلك سوا هذوك اللعاب اللي تيكون في الفم، تي اسبيري بهذاك الانسترومون. سيبوزون ان في لا تيت ديالك الانسترومون كاين عندنا بريز دو فيد مثلا، هذا هو لو رول ديالو. عندنا لير كومبريمي، يعني لو رول ديالو هو السوفلاج ديال لير اوتيليزي بوغ دي ريزون ميديكال. عطا الله لي ريزون غادي نشوفهم ان شاء الله بار لا سويت. وكاين عندنا الان دوزو، ان دوزو هو البروتوكسيد دلازوت. هاد البروتوكسيد دلازوت لا ديستيناسيون سبيسيال ديالو هو الانستيزي، يعني التخدير. تيكون في لي بلوك اوبيراتوار تيكونوا بزاف د الحوايج. المهم غادي نشوفوا، عاد غنشوفوا واحد الطابلو بار لا سويت اللي بيان ديتايي غادي يحدد لينا كل بريز ولوندروا اللي فين ممكن يدار وشحال من بريز تقريبا. يعني هذا الشيء غادي نشوفوه ان شاء الله. ليسونسيال حنا تناخذوا غير فكره غروسو مودو على هاد لي بريز هادو ليوتيليتي ديالهم اون جينيرال. لير موتور يعني الغرض ديالو، هاد البريز هذا اللي فيه اير موتور هذا بالسيون، الغرض ديالو شنو هو؟ هو بوغ لافي لي زانسترومون شيروجيكو. بارفوا مثلا لي زانسترومون شيروجيكو قبل ما يت ملي تيساليو لوبيراسيون في لافاج ديالهم تيت خاصهم واحد لير موتور، واحد لابريسيون كبيره باش يتغسلوا من الدم وانسي دو سويت. وعاد باش يدخلوا لواحد بحال غنقولوا فور الكتريك ولا كيلك سوا لو فور اللي غادي يحرق لينا هذوك لي ميكروب ولي لي فيروس اللي تيكونوا في لي زانسترومون شيروجيكو. من بعد عندنا الفيت سيغا، يعني لو رول ديالو بيان سور تي اسبيري لنا ليكسي ديال اندوزو. مثلا مشينا لواحد البلاصه اللي لقينا فيها دي بريز اندوزو، تيكون الباسيون مثلا درنا ليه تقدير مثلا بهذاك البروتوكسيد دازوت، تيكون واحد ليكسي ضروري. هذاك ليكسي غيقدر يديسباتي يخرج لينا القاعه اللي فيها الميدسان و لي زانفيرميي. حنا بوغ ايفيتي هذاك سميتو تنديروا واحد بريز دو فيد سيغا تي اسبيري لنا هذاك ليكسي اللي تيكون عند تيخرج على تيخرج من التنفس ديال الباسيون من الاندوزو بروتوكسيد دازو. وعندنا سي او 2، سي او 2 لو رول ديالو ديستونسيون ديال لا باروا ابدومينال، يعني تيحل لي بومون باش الباسيون يتنفس مزيان، يعني تيساعد في الموفمون ديال لي بومون ديالها. ديتونت سكوندير، هاد ديتونت سكوندير هذا لو رول ديالو يعني بحال داك عندنا شي بوطه تنديروا لها ديتوندور، يعني هذيك بور ريغلي لا بريسيون دو غاز ولا بور بيسي لا بريسيون دو غاز او فلويد ميديكو. الا كانت بريسيون طالعه مثلا هي جايه بواحد لا بريسيون كبيره، حنا غادي ندخلوا لو ريزو سكوندير ولا عندنا واحد سميتو خاصنا واحد البريسيون بيان ديتيرميني قل، يعني عندنا واحد البريسيون بيان ديتيرميني بيان سور غتكون قل من البريسيون ديال اللي كاينه في الريزو بريمير. هنا بوغ ريغلي هذيك البريسيون تنستعملو ديتوندور ديتوند بليتو سكوندير. الفان دو سيكسيونمون، الفان دو سيكسيونمون كيف تشوفوا هنا لو رول ديالو تخي سامبل كوم ان روبيني داري، عندنا شي روبيني اللي تنسدو به وتنحلو به. وهاد دو سيكسيونمون بوغ سيباري لا زون ميديكال، عندنا واحد لا زون ميديكال سوا غتكون ديال كاينين دي زون ميديكال ديال الماتيرنيتي ولا البيدياتري ولا الميدسين ولا لي كاينين دي زون دروا لي بلوك اوبيراتوار ولا كيلك سوا هاد لا زون. وعندنا هاد البواتي الارم، بواتي الارم لو رول ديالها هو ديكلونشي تديكلونشا لور ديال فويت دو غاز. مثلا عندنا فويت دو غاز في واحد لوندروا او نيفو ديال الروبيني ولا او نيفو ديال ديتوندور، ولا هو غالبا تيكون قريب للديتوندور والروبيني الفان بليتو فان دو سيكسيونمون، حيت الا كان شي فويت في هذاك لي فان ولا شنو تيديكلونش علينا هاد لالارم. هو تيديتيكتي الغاز وفي حاله ما عاوتاني الا كانت شي بريسيون اكثر من البريسيون ادميسيبل هنا، و الا كانت اكثر من لا بريسيون ادميسيبل
هنا تيديكلونشا. كانت قل عاوتاني من بريسيون ادميسيبل، كاين واحد الفورشيت، كانت قل من بريسيون عاوتاني ادميسيبل تيديكلونشا، يعني عنده واحد الفورشيت بيان سور ما خاصوش يهود على لا بريسيون قل، وما يمكنش يفوت واحد لا بريسيون اكثر من القياس. علاش؟ حيت شاك تويوتري، شاك ديامتر، مثلا ديامتر 8 عنده واحد مع واحد الغاز اكس مثلا الاكسجين، عنده واحد البريسيون بيان ديتيرميني ان با ديباسي، سينو الا ديباسيها غادي تفرقع علينا التيو. الا قل راه ما غيبقى، ما بقات عنده حتى شي يوتيليتي، ما يبقاش يدوز لينا لو دي بي نيسيسير اللي حنا محتاجين مع لا بريسيون اكزاكت اديكوات. هذا هو لو رول ديال هاد لي بريز هادو. وبيان سور غادي نشوفوا ان شاء الله شاك بريز غيكون عندنا افيك دي تيب دو، على حساب لي تيب دو لي. لا سويت ديال لا ليجوند بيان سور غادي يكونوا دي ريزو، مثلا هذاك لا تويوتري الا كانت مدوزه لينا الاكسجين، هاد تويوتري اون كويف مثلا كانت مدوزه لينا الاكسجين، غنديروها بتري تري ميكس اون روج، هادي غير بور فاسيليتي لو كالكول، بور فاسيليتي لو ديسان. واحد اخر يقدر يديرها اون فير، واحد غيديرها اون بلون، واحد ما غايديرش كاع اللوان كاع كاريمو، غيخدم غير بلي تي ديفيرون تيب دو لين. ليسونسييل عندنا واحد لو تيب غادي نستعملو ريزو ديال كويفر اوكسيجين، ريزو اون كويفر فيد ميديكال، ريزو اون كويفر اير ميديكال، وكاين ريزو اون كويفر اير موتور بور لي انسترومون شيرجيكو. هاد لو ديرني تري تيكون تري انترومبي، درتو انا اون غرا واحد لي بيسور شويه طالع على هادو، درت ستان ريزو جلوبال اللي تيجمع لينا مجموعه ديال لي تويو تري على الانتيريور. اوليو باش ندوز مثلا انا عندي ديسان يقدر يبان ليا عامر اكثر من القياس، باش نفاسيلي لا ليكتور ديالو، سي با لا بين بين لي ريزو كاملين، غادي يقدروا يعمروا يعمر ليا الكولوار اللي دايز فيه لي ريزو، ما غيكملوش لي ريزو. وبالتالي ومع العلم ان لي ريزو راه الديامتر ديالهم صغار، وممكن يشدوا لينا واحد الحيز ميم با واحد 20 سنتيم يعني فيهم كاملين. وبالتالي هنا بور فاسيليتي لو ديسان تنشدو تري انترومبي واحد، وتنجمعوا فيه مثلا لي ريزو ملي تيتجمعوا لينا مثلا ريزو اون كويفر اير موتور بور لي انسترومون شيرجيكو، وكاين ريزو اون كويفر بروتوكسيد دازوت ان دوزو، وكاين ريزو ديال لير سيغا فيد سيغا و سي او 2 ميديكال. يعني هادي غروسو مودو لا سويت ديال لا ليجوند دي فلويد ميديكو. النقطة الموالية اللي ممكن نتكلموا عليها هو كومون ديتيرميني مثلا واحد لو نومبر دي بريز و الدي بي ديال شاك بريز سولون لو تيب دو لي اي دو بوس. مثلا سيبوزون عندنا لي دو ميدسان ميدسين مثلا، ولا لي دو لونغ او مويان سيجور، ولا لي دو جيرياتري، ولا لي دو ماتيرنيتي ديال ميري اونفون، ولا لي ديال بيدياتر يعني طب الاطفال، ولا طب الشيخوخه، ولا انسي دو سويت. يعني شاك لي ديفيرون على لوتر لي. واحد لو لي اللي غادي يحتاج لينا نحتاجو فيه مثلا بريز واحد ديال الاكسجين، ونحتاجو فيه دو بريز ديال لير ميديكال مثلا، ولا دو بريز ديال الفيد وبريز واحد ديال لير ميديكال. يعني شاك لي عنده دي سبيسيفيكاسيون، يعني عنده خصوصيه، وبالتالي هذيك الخصوصيه فين تتجلى؟ تتجلى في العدد ديال لي بريز اللي غيكونوا او نيفو شاك تيت دو لي، فيه واحد العدد ديال لي بريز دو بريز ديال لير ديال الفلويد ميديكو بيان ديتيرميني. مثلا فيه واحد ديال الاكسجين، واحد اللي واحد اخر ما غيكونش فيه بريز واحد ديال الاكسجين، غيكون فيه دو بريز. او نيفو ديال الدي بي نومينال، هذاك لو دي بي نومينال مختلفين عاوتاني. هاد لو لي بريز ديال مثلا اللي نفرض عندنا دو لي، هاد اللي مثلا ديال لا بيدياتري مع اللي ديال الا جينا نقارنو مع ديال اللي ديال الميدسين. لي ديال بيدياتري فيه مثلا واحد ديال الاكسجين، واحد ديال الفيد، واحد ملي تنشوفو هذاك الواحد ديال الاكسجين في الدي بي ديال بيدياتري ماشي هو واحد ديال الاكسجين اللي عندنا في الدي في اللي كاين في الميدسين. وبالتالي كاين كل تيت دو لي عنده خصوصيه. هنا دابا في هذا الطابلو هذا اش تنبينو؟ تنبينو ان عندنا بوس او لي دو تيب ا، مثلا عندنا تيت دو لي دو تيب ا، اش فيه؟ فيه لو نوم. مثلا نقراو هاد لا لين هادي كامل هوريزونتال، الى لاحظتو الطابلو ان فيه الاكسجين ميديكال، فيه لير ميديكال ميديسينال، وكاين فيد ميديكال. مثلا تيب دو لي
تيت دو لي مثلا فيه لو نومبر دو بريز كاين بريز واحد ديال الاكسجين لو دي بي اونيتير اون لتر بار مينوت فيه 10 لتر في الدقيقه بورسونتاج ديال الفوازون مو 10 تناخذو 10% و ستادير ملي تنشدو هاد 10 تنضربوها في 0.1 غتعطينا 1 حيت 10% يعني 10 مقسومه على 100 غادي نديرو 10 فوا 10 سور 100 غتعطينا 1 هادي هي هادي هي المهمه عندنا هذا هو لو ديبي نومينال باغ بوست ديال اش الديبي ديال الاكسجين اللي عندنا ديال هاد البريز ديال الاكسجين اللي في تيب ا في تيت دو لي ا هنا عاوتاني سلا ميم شوز بالنسبه لير ميديكال عندنا بريز واحد لو ديبي اونيتير عندنا 30 حيت هنا الديبي اونيتير ديال الاكسجين عندنا 10 هذا ديال لير ميديكال غيكون بيان سور غيكون مختلف عليه هو درنا لي 30 ولكن الكوفيسيون دو فوازونمون بقى نفسه يقدر يختلف المهم بقى نفسه بقى 10 هنا اوتوماتيكمون دي بي نومينال بار بوست لقينا حصلنا على 3 لتر بار مينوت بنفس الطريقه اللي استعملنا فيها الطابلو هنا عاوتاني بالنسبه للفيد عندنا محتاجين غير بريز واحد ديال الفيد دي بي اونيتير 24 كوفيسيون دو فازون مو عندنا 5 حصلنا على 1.2 وبالتالي الحوايج اللي غادي نهتموا بهم حنايا هو هاد لو دي بي نومينال بار بوست ولا بارلي عندنا هاد الواحد يعني بالنسبه لتيب دو تيب ا تيب ا عندنا واحد كوم دي بي نومينال ديال الاكسجين وعندنا 3 كوم دي بي نومينال ديال لير ميديكال وعندنا 1.2 بور دي بي نومينال بور لو بريز ديال الفيد ميديكال يا ان سي دو سويت يعني بالنسبه للتيب بي غادي ننسى لاحظتوا واحد القضيه مثلا تيب ا غادي نستعملوه فين غنستعملوه في لي دو ميديسين غادي نشوفوا واحد الطابلو ان شاء الله من بعد اللي غادي يبين لنا فين غنحطوا هاد لي تيب ا مثلا تيب بي فين غيتحط تيب سي مثلا الا خدينا غير تيب ا غادي نلقاو في لي دو ميديسين غنلقاو في لي اللي تيكونوا في لونغ مويان سيجور غيكون في لي لي ديال لي جيداتريس جيرياتري جيرياتري اللي بحال مثلا طب شيخوخه سي دي سويت بالنسبه لتيب بي غنلقاو في لي لي ديال الماتيرنيتي ديال ميري اونفون طب الاطفال والبيدياتري مثلا طب اطفال ممكن نلقاو فيه تيب بي يعني سي دي سويت يعني عطى الله ما يدار في هذا الطابلو هذا ليسونسييل حنا اللي تنحتفظوا بهاد تنحتفظوا بهاد لي بوست مع حنا بوغ فاسيليتي لا ليكتور ديال هاد البوست درت هاد الريزومي هاد الريزومي اش تيبين تيبين لي انا مثلا تيب ا اش فيه فيه واحد ديال الاكسجين وواحد ديال لير ميديكال وواحد ديال الفيد مثلا الواحد ديال الاكسجين اش فيه فيه لو ديبي ديالو هو 1 لتر بار مينوت وواحد ديال لير ميديكال 3 لتر بار مينوت وواحد ديال بريز واحد ديال الفيد دي بي ديالو 1.2 لتر بار مينوت يعني حنا هاد ديسان دا تري فاسيل بالنسبه للتيب بي عندنا لاحظتوا واحد القضيه هاد الواحد ديال الاكسجين هنا في تيب ا يلاه في الدي بي ديالو 1 لتر بار مينوت ولكن في البريز واحد اللي كاين في تيب بي غادي نلقاو الدي بي طلع ولات عندنا جوج علاش شنو هو الفرق بين هذا وهذا هو الكوفيسيون دو فوازونمون مختلف لاحظتي في تيب بي هنا الكوفيسيون دو فوازون مو شحال لنا خدينا ب 10 في الاول الثاني خدينا 20 وبالتالي لو دي بي نومينال هو طلع ولات لينا جوج هاد جوج هي اللي حطيناها هنا سي لا ميم شوز عاوتاني بالنسبه لتيب سي درنا نفس الطريقه نفس لا بروسيدور تيب دي تا هو وجدنا بنفس الطريقه تيب او تا هو وجدنا بنفس الطريقه وبالتالي عندنا ا بي سي دي او هادو اربع خمسه لي تيب اللي عندنا A, B, C, D, E. دابا كل واحد غادي نشوفو ان شاء الله في الطابلو فين غنستعملو هاد لي تيت دو لي البلايص اللي غادي تحطو فيهم واش اللي بارفوا تلقاوهم في لي لي دو ريفاي نقدروا سال داكوشمون ولكن بالنسبه لهادو ما غنلقاوش في لي دو ريفاي ولا سال داكوشمون المهم غادي نشوفو طابلو ان شاء الله هذا الطابلو هذا اش يبين لينا مثلا تيب تيب ا لاحظتو تيب ا هو اللي تكلمنا عليه الاول مثلا اش فيه فيه بريز واحد ديال الاكسجين دي بي ديالو اللي 1 لتر بار مينوت وفيه بريز واحد ديال لير ميديكال اللي دي بي ديالو 3
لتر بار مينوت وبريز واحد ديال الفي ديال اللي فيه 1.2 لتر بار مينوت. ولكن هاد التيت دو لي ا تيكون في لي دو جيرياتري وتيكون لي دو ميديسين ولي دو لونغ اي مويان سيجور. يعني سواء في لا جيرياتري مثلا طب ديال الشيخوخه الناس اللي كبار وهذا تيكون عندهم واحد الامراض مزمنه، وكاين لي دو ميديسين عاديه ولي دو لونغ. يعني ملي تيكون عندنا هاد مثلا عندنا واحد البلان لقينا اللي كاتبين لي دو جيرياتري تنحطوا فوق منها في الراس ديالك لولي تنحطوا هاد لي تخوا بريز بهذه الطريقه مثلا. مثلا نحطهم بهذه الطريقه ونحطهم مثلا سي با لا بين بينو هاد لي دي بغينا نبينوهم بينو ما بغيناش نبينوهم سي با لا بين. بغينا نبينوهم نقدروا نبينوهم بور لو كالكول باش نديروا الكالكول ديالنا حنا من بعد. هنا عاوتاني بالنسبه للبوست بي كيف تشوفوا هنا في البوست بي ممكن نلقاو في لي دو ماتيرنيتي كيف قلت قبيله ميري اونفون كيف هنا مثلا تيب بي ها هو نلقاو لي دو ماتيرنيتي هيا لي دو ماتيرنيتي مير اي اونفون. الا كانت عندنا لي كاينين ديال الام والطفل مثلا عندنا واحد لولي ديالهم نحطوا فيه هذا التيب بي اللي فيه بريز واحد بريز هذا. ولكن ها هو لاحظت واحد القضيه هاد ديسان ديال هذا راه بحالو بحال هذا الفرق بيناش في الديبي في لي ديبي ديال شاك بريز ديال الاكسجين هنا راه عندنا جوج ولكن هنا عندنا واحد. علاش تنحتفظوا حنا كاع بهاد لي ديبي؟ ممكن نديروا هاد ديسان بوحدو ولكن لي ديبي بوغ ديتيرميني لو ديامتر باغ لا سويت حيت غادي نحتاجوا هاد لي ديبي من بعد. هذاك الشيء انا درت هاد الديسان هادو من بعد. يعني تتشوف تا لوندر وتتقرا هنايا لوندر اللي عندك مثلا سال ديكزامان مثلا غادي نديروا فيها هاد البريز تيب بي. كانت عندنا سال دو سوان اي دو كونسلطاسيون نقدروا نستعملوا فيها تيب بي انسي دو سويت. يعني تتشوف انت اش عندك هنا في مثلا كان سونتر هوسبيتاليي ولا اوبيتال تشوف لي شومبر اللي عندك السميات ديالهم وتتقلب عليهم هنايا في هذا الطابلو وتتشوف لي بريز لو نومبر دي بريز لي كوريسبون ولا لو تيب دو تيت دو لي كوريسبون. سي لا ميم شوز بالنسبه لا سويت. عندنا هضرنا على تيب ا وتيب بي سي لا ميم شوز بالنسبه لتيب سي والدي والاو. يعني تنشوفوا لي مثلا هذا اللي لاحظت واحد القضيه تيب سي فيه لي دو شيروجي جينيرال. الا كانت لقينا مثلا شيروجي جينيرال غنستعملو تيب سي. مثلا مشينا لي دو ريانيماسيون مثلا غادي نستعملو تيب دي. ريانيماسيون اش ميديكال مثلا ميديكال غنستعملو تيب سي. ولكن الا كان ريانيماسيون لورد غنستعملو تيب او. ها هو تيب او ها لي كومبوزون ديالو فيه دو بريز ديال الاكسجين اللي الدي بي ديالهم 72 لتر بار مينوت وفي دو بريز ديال لير ميديكال اللي الدي بي ديالهم 36 لتر بار مينوت وفي ثلاثه لي بريز فيد اللي لو دي بي ديالهم نومينال 52.5 لتر بار مينوت. يعني سون دي دي بي تري امبورطون. علاش؟ حيت ريانيماسيون لورد. هنا دابا عرفنا لوندروا فين غنحطوا شاك تيب دو لي. هنا اش بقى لينا لا سويت ديال هاد لي طابلو هو بارفوا ما فيهمش لي بلوك اوبيراتوار امبيلاتوار في لوبستريتيكال ولي لوكو انيكس ما كاينينش في لي طابلو الاولين. وبالتالي هنا ملي تيكون عندنا واحد لا سال بوليفالونت مثلا لقينا عندنا واحد لا سال بوليفالونت ولا مثلا سال دونتوسكوبي ولا عندنا سال شيرورجي كاردياك ولا لي دو ريفي مثلا سيبوزو عندنا لي دو ريفي لي دريفي غنلقاو ولا سوا لي دريفي ولا مشينا لصال بيبي ولا انسي دو سويت. الا مشينا لي دريفي مثلا غنلقاو في الدي. انا سميت هاد هاد لي صال مثلا هاد المجموعه ديال لي صال سميتهم ا. هاد المجموعه عاوتاني صال سميتهم بي. عوض ما نقول تيب ا بي بحال اللي درنا قبل مثلا تيب دو لي ا بي سي دي او. هنا لا درت بتيت لي ليتر درتهم صغار تيت ا جوسكا اش. مثلا هاد ا فيه جوج بريزات ديال الاكسجين ميديكال وفي بريز واحد ديال البروتوكسيد دازوت. ولكن هاد جوج بريزات ديال الاكسجين ميديكال لو دي بي ديالهم شحال 20 حيت الكوفيسيون دو فوازونمون شحال 50. لو دي بي اونيتير 20 ضربنا في كوفيسيون دو فوازونمون 50 عطاتنا 20 حيت عندنا 2 فوا 20 فوا 50 سور 100 عطاتنا 20 في التوتال. يعني حنايا تنحتافظوا
بجوج بريزات الديبي ديالهم، هذا هو المهم. عندنا بريز واحد ديال بروتوكسيد دازوت الديبي ديالو 10 ان سي دو سويس. غنمشيو بنفس الطريقه، مشينا مثلا لي دو ريفي في الدي، هاد الدي فيها بريز واحد ديال الاكسجين الديبي ديالو 7.5 وما فيها واحد والو، مثلا بروتوكسيد دازوت ما فيهش. غادي نمشيو لا سويت ديال هاد الطابلو، لا سويت ديال هاد الطابلو مثلا في الدي كيف تنتكلموا عليه، غنلقاو عاوتاني لير ميديكال شحال في الدي، فيه واحد بريز ديال لير ميديكال والديبي ديالو 3. هنا عاوتاني فيه جوج بريزات ديال الفيد ميديكال الديبي ديالهم 9.6. لا سويت عاوتاني غادي نلقاو في الدي ما فيه والو في لير موتور بور لانسترومون شيروجيكو، وما فيه والو بالنسبه لير بور بريز سيغا يعني سو دو سويت. يعني حنا تنمشيو بريز با بريز، حنا بور فاسيليتي لو كالكول وعاوتاني مشينا للدي عاوتاني ما غنلقاو والو في لا في الفيد بور بريز سيغا ولا لي سي او 2 ما فيهش. هنا بور فاسيليتي الكالكول ديال هاد لي طابلو كاملين، درت انا هاد الريزومي هذا، درتو سو فورم دو طابلو 3 كي غروب تو لي بريز افيك لور دي بي سولون البزوان اون فلويد ميديكو دي لوكو. مثلا عندنا واحد لوكال اكس مثلا، سواء كانت عندنا سال دو ريفي ولا سال داكوشمون ولا يعني لي سال دو ريفي تلقاو تيب دي كيف شفنا في الطابلو. سال داكوشمون تكون فيها تيب اف مثلا، مثلا لاحظتوا واحد القبيه مثلا هنا في الا، راه ما عندنا جوج بريزات ديال الدي بي ديالهم 20، بريز واحد ديال لير ميديكال اللي الدي بي ديالو 10 ان سي دو سويت. تنمشيو بنفس بروتوكسيد دازوت مثلا ان سي دو سويت، تنمشيو بنفس الطريقه تنحطوا لي دي بي كوريسبوند شاك اونسومبل دو بريز اللي عندنا تيب دو بريز بنفس الطريقه. درنا ا جوسكا جي ا بي سي دي. المهم عقلوا على الدي وعقلوا على الاف. الدي غنستعملوه ان شاء الله في ليكزومبل الموالي. عندنا الدي فيه الدي بي نومينال ديال بريز ديال لير ديال الاكسجين في 7.5 مثلا لتر بار سكوند بار مينوت في الاكسجين في الفي. ناخذ حنا الفيد بليتو، غنتكلموا على الفيد مثلا. عندنا فيه جوج بريزات ولكن الدي بي ديالهم 9.6 لتر بار مينوت في الدي، ولكن في الاف حيت دي عندنا غنستعملو دي لي دو ريفي وكاين سال داكوشمون مثلا لي ديال لاكوشمون. الاف الاف غادي يكون بوغ لاكوشمون، غن في ثلاثه بريزات ديال الفيد لو دي بي ديالهم 10.8 لتر بار مينوت. يعني مثلا دابري الطابلو درنا الريزومي ديالو هو هذا. هنا هذا هو ليكزومبل اللي عندنا، عندنا دي لنفرض عندنا جوج دو سال وحده اون فاصل وحده ديال لي لي دو ريفي، وهنا دو سال وحده اون فاصل وحده ديال لي سال داكوشمون مثلا اللي غادي ديال الولاده هادو، وهادو ديال لي ريفي ملي تينوض تسالي الولاده من هنايا تيدوزوهم من هاد لي سال هادو بور ريفي. هنا لنفرض عندنا في سال دو قلنا تيب دي بتي دي شنو هو؟ قلنا بريز واحد ديال 7.5، بريز واحد ديال لير ميديكال، وبريز واحد دو بريز ديال الفيد. هنا لو دي بي حطيناهم هنا بالنسبه للسرا ميم شوز عندنا بحالو. هنا الاف كما سبق لينا قلنا سال داكوشمون لي بريز ديالهم كوريسبون هو الاف اللي فيه دو بريز ديال الاكسجين دي بي ديالهم 10 لتر بار مينوت، وبريز المهم وغادي بحال هكا ثلاثه بريزات ديال الفيد لو دي بي ديالهم 10.8 ان سو دو سويت. يعني حنا عندنا درنا لا ديسكريبسيون، عندنا مثلا هنا كولوار، هذا الشومبر الاولى الثانيه الرابعه الثالثه الرابعه، ولكن بيناتهم وهادو سون دي زونتين، هادو اونتين الاول اونتين الثاني اونتين الثالث اونتين الرابع اللي تيدخلوا لي شومبر تيمشيو حتى لهاد لو تيت دو لي تنحطوا هاد لونسوم ديال ولا الجروب ديال لي بريز. ليسونسييل حنا الهدف ديال هاد ديسان شنو هو؟ بور فاسيليتي لا ليكتور. هنا حطينا هادو، ولكن الهدف ديال خصنا نعرفوا لو دي بي او نيفو تشاك ترونسون. عندنا هذا سون دي زونتين، هذا لو ريزو سكوندير، هذا هو لو ريزو سكوندير. لو ريزو بريمير هو اللي تكلمنا عليه او دي بي في البريزونطاسيون ديال الفيديو ولا التيتوريال، قلنا هو اللي تيكون بين بلاصه ديال البروتيكسيون البرودكسيون ديال لي فلويد ميديكو مع الريزو مع الباتيمون الانتيريور وتندخلوا ليه. ليسونسيال حنا غادي نحاولوا ناخذوا اتيك اكزومبل مثلا
هذا ترونسون ان، ترونسون ان سمينا تي ان. اش قلنا تي ان في لو ديبي ديالو هو هاد الغوج هذا لي بي تري ميكس انترومبي. هذا كيفاش نحصلو على لو ديبي ديالو؟ عندنا ديجا لو ديبي ديال هاد البريز هو 7.5، وعندنا ديجا لو ديبي ديال هاد البريز هذا 7.5، يعني التوتال ديال 7.5 فوا 2 غتعطينا 15 لتر باغ مينوت. هاد 15 لتر باغ مينوت هي اللي فيها الطرف هذا، هو هذا 7.5 فوا 2 غتعطينا 15 لتر باغ مينوت. الا مشينا هنايا عاوتاني غادي نلقاو هنا عندنا 10 في 2 بريز، هنا 10 يعني غتزاد واحد 20. هاد 15 بلس 20 غتعطينا، ها هي 15 بلس 20 غتعطينا 35 لتر باغ مينوت. ترونسون 2 هذا ترونسون 1، هذا هو ترونسون الاول، هذا ترونسون الثاني. ترونسون الاول ديبي ديالو 15 لتر باغ مينوت، ترونسون الثاني تي 2 هو ديبي ديالو 35 لتر باغ مينوت. تنديرو الكوميل ديال لي ديبي اللي عندنا، مثلا هذا ديال الاكسجين، هذا سكي كونسيغ لو ديبي ديال الاكسجين. وهاد لي ترونسون هاد لي زونتين راه هاد لونتين هاد من هنا لهنا راه تي نيسيسير بوغ باسي لو ديبي ديال 7.5 فقط. هذا تا هو صرا ميم شوز، تيدوز لينا غير 7.5. هاد لونتين تا هو تيدوز لينا غير ديبي ديال 10 مثلا ولا 5 لا مواتي، يعني سي دو سويت. يعني حنا هذا هو الهدف، يعني تنحددو لو ديبي او نيفو دو شاك ترونسون. سي لا ميم شوز بالنسبه ل تي ان بريم. تي ان بريم لاحظتو هذا ديال كونسيغ لير ميديكال، هادو لي بريز ديال لير ميديكال ديبي ديالو 3 لتر باغ مينوت. وهذا هو 3 لتر باغ مينوت، هنا 3 3 هي شنو هي 6، هاد ترونسون دايز فيه 6 لتر باغ مينوت. وي هذا تي ان بريم 3 فوا 2 هي تعطينا 6 لتر باغ مينوت. ها هي 6 لتر باغ مينوت مشات من هنا، غنزيدو عليها جوج جوج هي 4، 6 و 4 هي 10. ها هي دابا هاد ترونسون هذا هاز لينا غير 10، يعني هاد هاز 10 هاز 6 لتر باغ مينوت، وهذا هاز 10 لتر باغ مينوت. سي لا ميم شوز بالنسبه للفيد. دابا لو رول لو تريك اللي دايرين حنا على ود الفيد، الفيد هنا عندنا 9.6، 9.6 لو دوبل ديال 9.6 هو 19.2 لتر باغ مينوت، يعني الترونسون هذا هاز 19.2 لتر باغ مينوت. هذا اللي نيسيسير ديستيني بور باسي لو ديبي ديال 19، نزيدو عليهم 10.8 و 10.8، يعني دي غنلقاو هي 40.8 لتر باغ مينوت في هاد الترونسون هذا. دابا حنا ملي تندوزو هاد ليطاب ديال بوغ تنديتيرمينيو لو ديبي او نيفو دو شاك ترونسون، غاتجينا الكالكول تري فاسيل. عندنا واحد الطابلو ان شاء الله، دابا عندنا هاد واحد الطابلو اللي غادي دابخي دوك لي ديبي غادي ودابخي لي ديبي ودابخي غادي نحدو مثلا لو ديامتر نيسيسير. ولكن كانت الديامتر نيسيسير تنديرو غير بري سيليكسيونمون، ماشي سيليكسيونمون توتال يعني ديفينيتيف، تكون غير بري سيليكسيونمون و تنفيريفيو لو بيغ دو شارج واش ادميسيبل ولا نو ادميسيبل. الا كانت بيغ دو شارج طالعه على حسب لا لونغور، الا كانت حيت لا لونغور ديال لا تويتري الا كانت طويله بزاف تكون بيغ دو شارج كبيره، كانت لو ديامتر صغير قد ما صغار ديامتر تكون بيغ دو شارج كبيره. يعني حنا بو حنا الهدف ديالنا هو مينيميزيو بيغ دو شارج، و بوغ مينيميزيو بيغ دو شارج الا لقينا في الكالكول غيكون عندنا دي كورب اللي غادي نحدو بهم بيغ دو شارج ان شاء الله، غنشوفوهم ان شاء الله لاحقا. الا لقينا بيغ دو شارج مديباسيا لادميسيبل غادي نشوفو لو ديامتر لو بلو كرون. حنا بوغ فواغ هذا، المهم حنا قبل ما ندوزو لي طابلو غادي نشوفو واحد ديرو كيلكو ريكومونداسيون. هاد لي ريكومونداسيون تناخدهم اون كونسيداسيون قبل ما نشوفو الطابلو. اول ريكومونداسيون كاينين دي ريكومونداسيون ا بروندر اون كونسيداسيون افون دو بري سيليكسيوني لي ديامتر باغ لي طابلو. هنا اول ريكومونداسيون تيقول لك لو ديامتر مينيموم بور لي زونتان شومبر، الا كان بور لي غاز ميديكال، هاد لي غاز ميديكال كيف تكلمنا عليهم كاين من غير الفيد، تهضرش على من غير الفيد لي كان كاع لي كاز ميديكال، كان الاكسجين، كان لير كومبري، كان البروتوكسيد لازوت، كان سي او 2، هادو كاملين تيتسماو لي كاز ميديكال. لي كاز في لي زونتين ديالهم نقدروا اللي غيدخلوا لينا للشومبر نقدروا نستعملوا الويت ديامتر ويت.
ولكن بالنسبة للفيد امبوسيبل نستعملوا الويت انتردي، يعني تنستعملوا لو مينيموم تنستعملوا الديس في الفيد، هذيك لي زونتين اللي غيدخلوا لينا للشومبر، هاد لي زونتين في الفيد مثلا هنا هاد الترونسون من هنا لهنا غادي نديروا الديس من هنا لهنا ومن هنا لهنا، سامم شوز بالنسبه لهادو اللي خارجين من هنا غنستعملوا الديس، ولكن بالنسبه لهادو اللي كاينين هنا ممكن نستعملوا الويت. هنا عاوتاني بالنسبه ل بلاصه الكولوار مثلا ولا لو ريزو سكوندير، بالنسبه للفيد ها هما بالنسبه للدوزيام كونديسيون تيقول لك لو ديامتر مينيموم بور لو ريزو سكوندير، هذا هو لو ريزو سكوندير، هو هذا اللي ديز من هنا تيكون في الكولوار، غالبا تيكون في الكولوار. الا كانت عندنا الغاز يعني هاد سواء الاكسجين ولا لير ميديكال تنستعملوا دي، ممكن نستعملوا الديس ماشي غادي نستعملوا، ممكن نستعملوا الديس يعني ما يمكنش نقدروا نوصلوا حتى نهودوا لو ديامتر حتى للديس، ولكن الا كان فيد ميديكال امبوسيبل نستعملوا الديس امبوسيبل، يعني لو فيد لو فيد نيسيسير نيسيت واحد ديامتر اكثر من لي فلويد ميديكال الاخرين. هادي سون دي ريكومونداسيون ا بروندر اون كونسيدراسيون، يعني هاد النقطه المواليه، النقطه المواليه اللي غادي نشوفو هو الطابلو، مثلا هاد الطابلو 4 تيعطينا لو دي بي دابري لو دي بي اللي حصلنا عليه او نيفو تشاك ترونسون، مثلا غادي نمشيو لهنا مثلا لاحظتي واحد القضيه عندنا لي ترونسون 1 و 2 و 1 بريم و 2 بريم لقينا لو دي بي ديالهم لقيناهم قل من هاد 224.5 لتر بار مينوت، سي ان ريزو سكوندير هذا، ولقينا لو دي بي ديالو قل من هاد، ها هو لقيناه قل من هنا، لقيناه قل من هنا، ما يمكنش كاملين غنديرو لهم الويت حيت دابري لو ريكومونداسيون اش قالنا؟ قلنا ما غنستعملوش دابري لو ريكومونداسيون، قلنا في لو ريزو سميتو تنستعملو الديس في ريزو سكوندير ديال الغاز تنستعملو الديس. هنا عاوتاني كما قلنا غادي نستعملو الديس مثلا، يعني هنا كيف تتشوفو هنا هاد لي ديامتر هادو اللي غيكونو هنا ولا هادو ديال ريزو سكوندير غنستعملو فيهم الديس، ولكن هادو نقدرو نديرو الويتس، ولكن بالنسبة لهذا اللي كاين هنا ما نستعملوش الديس غنستعملو الدوز، يعني سو دو سويت. حنا دابا هاد الطابلو هذا بوغ الغاز سو بريسيون، ما تنهضروش على الفيد هنا، تنهضروش على بغي الفيد، نستعملو غاز سو بريسيون. هنا عاوتاني بالنسبة للفيد هذا الطابلو ديال الفيد، الطابلو ديال الفيد هو اللي كيف تكلمنا قبل قلنا ان تي 1 سكوند و تي 2 سكوند لو ديبي ديالهم بجوجهم لقيناهم قل من 59 لتر بار مينوت، وبالتالي ما يمكنش تستعملوا الديس كيف سبق لينا مثلا في لو ريزو سكوندير قلنا الدوز هو المينيموم، بون فوالا غادي نمشيو للدوز. لنفرض كون لقينا دوك لو ترونسون لقينا الديبي ديالو لقيناه هي 90، سيبوزون لقينا 90 90 نيترو في بار مينوت، 90 نيترو بار مينوت ما غنستعملوش 12 غنستعملو 14 هنا، يا سي دو سويت تشوف انت لو دي بي كوريسبون على حسب الطابلو تنشوفو الدي بي وتنعرفو لو ديامتر نيسيسير. النقطة الموالية هو غادي نحاولو احنا حطينا لي بخي ديمونسيونمون ديال هاد لو فيد مثلا، بالنسبة لي غاز صافي حطينا لي ديمونسيونمون ديالنا بنفس الطابلو الطابلو هذاك اللي خدمنا بها مزيان، ولكن بالنسبة للفيد لا، الفيد خاصنا نريسبكتيو لي بيغ دو شارج، هادوك لي بيغ دو شارج خاصنا دابري نشوف واحد لي جرافيك ان شاء الله بار لا سويت اللي غيحددوا لنا لي بيغ دو شارج او نيفو دو لا لونغور او نيفو ديال لو ديبي، او نيفو تشاك ترونسون عندنا لو ديبي وعندنا لا لونغور ديال لا تيوتري هذاك لي كاناليزاسيون اون كويفر. دابري هاد لي دو كريتير تنحددوا البيغ دو شارج، وهاد البيغ دو شارج الا كانت عندنا مثلا سيبوزون عندنا هذا سان سيرفيس دو شيروجي ولا كيلكو سوا دو سيرفيس، وهنا عاوتاني سيرفيس دو ميديسين هذا ولا كيلكو سوا لو سيرفيس، سيبوزون عندنا دو سيرفيس هنا وعندنا هذا لو سيرفيس الاول فيه دي بريز مثلا دي شومبر، مثلا الشومبر الاولى فيه هذا النومبر هذا ولا البوست فيه البوست ا مثلا، وكاينه بوست واحد اخر وبوست ثاني ولا دي شومبر ودي شومبر ودي شومبر ولا هذا بريز بريز بريز،
سيبوزون انا هذا بريز ديال الفيد وهذا بريز ديال الفيد وهذا بريز ديال الفيد، هذا في شومبر وهذا في شومبر وهذا في شومبر، وغادي لو نومبر ديال لي شومبر عندنا اكس ما معروفش، وغادي حنا مثلا عندنا الترونسون هذا هذا ستان اونتين قلنا، وهذا هو لو ريزو سكوندير، وهنا عندنا تتسمى فان زون ميديكال، هاي مكتوبه فان زون ميديكال. عندنا بين لو ديرني بريز فيد جوسكا الفان دو زون ميديكال بيناتهم هاد لا ديستونس هادي خاصنا البير دو شارج ماكس ادميسيبل هي 100 ملي بار، يعني ما يمكنش ديباسيو 100 ملي بار في البير دو شارج اللي غادي نلقاوها ان شاء الله في هاد الجرافيك اللي غادي نشوفو من بعد. حنا هذا هو الكريتير الاول. الكريتير الثاني هو عندنا من هاد الفان دو لا زون جوسكا هاد بلوتو، عندنا الكريتير الثاني هو شي يقولك، تيقول لك بين هاد الروبيني ولا الفان دو سيكسيونمون دو كوندويت برينسيبال، مثلا هو هذا اللي منه كاين غادي ندخلوا للباتيم يعني ولا لوبيتال ولا اللي تكون على الاكستيريور، غالبا يقدر يكون على الانتيريور. ليسونسييل عندنا الروبيني اللي تيكون ولا الفان اللي غيكون ديال الريزو برينسيبال هو هذا اللي على برا، بين هاد هو الاي مثلا بين الاي واخر بريز دو فيد لو بلو لوان خاصنا بير دو شارج توتال ما ديباسيش 250 ملي بار، يعني دو كريتير عندنا بين هاد البريز ا و سي ما ديباسيوش 100 ملي بار، وبين ال A و ال I ما ديباسيوش 250 ملي بار في بيرت دو شارج. دابا غيبقى لينا لا كيستيون كيفاش نحددو بيرت دو شارج. سي لا ميم شوز بالنسبه لتا لهاد لي سيرفيس دو ميديسين، بين ال F و ال H اللي هو الفان دو زون ميديكال ما خصناش نديباسيو 100 ملي بار 100 ملي بار يعني 100 ملي بار، وبين ال F و ال I ما نديباسيوش 250 ملي بار. Jusqu'à maintenant, très clair. D'abord, on a les deux critères. On a déjà حددنا le diamètre. Ce sont des pré-sélectionnements. يعني غير ماشي ماشي sélectionnement définitif, ولكن ce sont des pré-sélectionnements. Il a le perte de charge قل من مثلا بالنسبة لهذاك le pré-sélectionnement ديال الديامتر حددنا le diamètre d'après le tableau. لقينا perte de charge قل من 200 مثلا 100 ملي ملي بار. غادي نغارديو هذوك لو ديامتر، لقينا بير دو شارج كثر فايت 100 ملي بار، هذيك الساعه غادي نطلعوا لو ديامتر. علاش؟ قد ما طلعنا لو ديامتر قد ما البير دو شارج تتنقص. سي لا ميم شوز بالنسبه لعاوتاني لهاد القضيه هادي بين الاف والاي ولا بين الا والاي، الى لقينا بير دو شارج تنطلعوا يعني بوغ مينيميزي لا بير دو شارج، لقينا بير دو شارج طالعه بارابور البير دو شارج ادميسيبل تنقصوا منها. تنقصوا منها كيفاش؟ تنطلعوا لو ديامتر، هذوك الديامتر اللي اختارينا دابري الطابلو لا تنزيدوا، مثلا اختارينا الدوز ولقينا بير دو شارج فايت علينا، مثلا الدوز اختارينا هنا ولقينا بير دو شارج فايت علينا 100 ملي بار، هاد الحاله غادي ما غنختاروش الدوز غنختاروا ال 14 مثلا، يعني سي دو سويت. دابا حنا خدينا هاد لي دو كريتير، نمشيو ليكزومبل مثلا الى لاحظتوا واحد القضيه، هاد لابارتي هادي خديت انا هاد لابارتي هادي وحاولت نديطاييها مثلا بين ال او البي وبين ال او سي، مثلا هاد لابارتي هادي حتى لدي، مثلا هاد لابارتي هادي ديال السيرفيس دو شيرورجي هي اللي ديطاييتها هنا في هاد الديسا هذا ال ا والبي والسي والدي جوسكا الاف الاو. هنا بين ال ا عندنا نورمالمون هذا سيرفيس دو شيرورجي غيكون فيه واحد المجموعه ديال التيت دو لي اللي فيه هذوك لو دي بي دابري لو تيت دو لي اللي عندنا في سيرفيس شيرورجي، لو دي بي ديال لي فيد اللي فيه مثلا ثلاثه لي بريز دو فيد دون لو دي بي ديال 9.6 لتر بار مينوت، ولا دو بريز دو فيد دون لو دي بي ديال 9.6 لتر بار مينوت، ليكيفالون ديال 0.576 متر كوب، يعني هذا هو ليكيفالون. كيفاش حصلنا بين هنا لهنا؟ الا كان عندنا لتر بار مينوت تنضربوها في 0.06 تنحصلوا على المتر كوب،
فوالا. إذا كان عندنا المتر كيوبي بغينا نحصلوا على اللتر باغ مينوت تنقسموه على 0.06، هذه بحال غادي بو فاسيليتي الكالكول. من بعد عندنا ليسونسييل، حنا عندنا لو دي بي هنا. أول إيطاب تنديرو شناهي؟ هو عندنا هاد لو سيرفيس، عندنا أول حاجة تنعرفو لو نومبغ ديال بريز اللي كاينين. مثلا سيبوزو أن لو نومبغ ديال هاد السيرفيس دو شيغورجي في عندنا 20 لي، في 20 سرير، وكل سرير فيه لو دي بي ديال تقريبا في لو دي بي ديال بريز فيد ديال 0.576 متر كوب. اول ايتاب تمشيو نشوفو الطابلو دو باش نعرفو لو تيب دو لي، اختارينا تيب سي. ياك تيب سي عرفنا لو دي بي ديال تيب سي في الفيد هو هذا 9.6، واخا مزيان. ليتاب الثانيه تمشيو الطابلو 5. علاش طابلو 5؟ دابري لو دي بي تمشيو الطابلو 5 تيعطينا لو ديامتر. هاد لو ديامتر تنقولو بري سيليكسيونمون، ها هو لو ديامتر. نقدروا نديرو غير الويت، ولكن حنا اش قلنا دابري ريكومونداسيون لي كونساي ما خصناش نستعملو الويت في لونتين، قلنا لو مينيموم تنستعملو الديس. واخا حنا حطينا الديس. هنا عندنا لانفورماسيون اللي خاصنا ناخذو ان كونسيداسيون هو اللونغور ديال هاد الترونسون، هاد لونتين ا بي لونغور ديالو هو 8 متر، هاد 8 متر. عندنا دابري هادوك لي ديامتر نومينال ودابري لو دي بي تنمشيو ليتاب 3 فوار غرافيك ديامتر نومينال 10. دابري لو ديامتر نومينال اش قلنا؟ تنمشيو لديامتر الغرافيك ديامتر نومينال 10 تيعطينا 0.3. كيفاش غادي نمشيو للغرافيك 10 مثلا؟ هذا هو الغرافيك 10. حصلنا على عندنا هاد لو دي بي ديال البريز ديال البوست دو لي هو 0.500 بالمتر كوب، هو 0.576 ياك. هاد 0.576 دابري هاد لي دي بي اللي عندنا هنايا جاتنا هنا، نطلعوا بها مع الكورب ديال ديامتر نومينال، لقينا 0.3 في بيرد دو شارج لينيير بالميلي بار بار متر. في كل متر تتكون بيرد دو شارج تنفقدو واحد 0.3 ميلي بار بار متر. وبالتالي عندنا الى رجعنا ليكزومبل ديالنا، يعني 0.3 قلنا ناقص ميلي بار بار متر، نضربوها في 8 متر ديال لا لونغور بين ا بي، نلقاو هي 2.4 ميلي بار. يعني هادي هي البيغ دو شارج بين ا بي. احنا حصلنا على البيغ دو شارج اونتر البوان او اونتر بوان بي، او غنكارديو هاد البيغ دو شارج، وغنكارديو هاد الديامتر نومينال. مزيان البيغ دو شارج بيان سور قل من 100 مثلا، ما احنا باقي ما قلنا بين ا و سي خصنا نلقاو في التوتال قل من 100. مزيانه دابا حنا ديامتر نومينال الاول بال ا بي هي حددناها. مزيان غنمشي دابا ل بي سي. بي سي شنو هو؟ ديجا عندنا لو نومبغ دي بريز هنايا اش قلنا؟ قلنا 20 لي، وبالتالي 20 فوا 0.576 متر كوب. هذا يعني 20 فوا هاد لو دي بي اونيتير نومينال غنحصلو على 11.52 متر كوب. هاد 11.52 متر كوب الا مشينا للطابلو 5 غادي نلقاو لو ديامتر نومينال 20. يعني هاد ديامتر نومينال 20 هو اللي كوريسبون لهاداك لو دي بي هذا. غنحطو ديامتر نومينال 20 ودابري قلنا دابري الطابلو 5 حطينا الديامتر نومينال 20. وهاد من بعد غادي نمشيو للغرافيك ديامتر نومينال 20. الا مشينا للغرافيك ديالو غادي نلقاو البيغ دو شارج بالطريقه اللي استعملنا في الغرافيك اللي شفتو قبيله، غادي نلقاو البيغ دو شارج لينيير يلاه 1.9. هذيك 1.9 هي اللي غنضربوها في 30 في لا لونغور. مثلا عندنا بين بي و سي عندنا 30 متر، نضربوها في 30 متر باش نحصلوا على البيغ دو شارج بين بي و سي، هي 57 ميلي بار. من بعد ندوزو ليطاب 6، عندنا البيغ دو شارج هنا وعندنا البيغ دو شارج هنا. ليطاب 6 شناهو؟ هو نجمعو لي بيغ دو شارج، نجمعو هاد 2.4 ونزيدو عليها البيغ دو شارج 57،
غادي نحصلوا على 59.4. هاد 59.4 بيان سور قل من 100 ملي بار، دونك اون غارد هاد الديامتر نومينال 20 بالنسبه للترونسون بي سي. يعني لنفرض كون لقينا اكثر من 100 ملي بار ما نستعملوش ديامتر نومينال 20، غنقدروا نستعملوا ديامتر نومينال 26، غنطلعوا الديامتر باش نهودوا بيغ دو شارج. دابا حنا حددنا الديامتر الاول بين الاب بي وحددنا الديامتر بين بي سي، اوكي مزيان. دابا غادي نمشيو للسي دي، السي دي تيدوز منها نفس لو دي بي، غادي نستعملوا نفس لو ديامتر نومينال. ودابري هذيك الجرافيك قلنا ملي تنحطوا ديامتر نومينال دي بي وفي واحد الجرافيك في ديامتر نومينال، الجرافيك ديال ديامتر نومينال حصلنا على لو بيرت لينيير ديال 1.9 ولا 1.95. هذه فوت دو فراب، نسيت واحد الخمسه هنايا ماشي مشكل. 1.95، هذيك 1.95 نضربوها في اللينيير هنا. المره الاولى هنايا ضربنا في هذا اللينيير 30، اللي هنا غنضربوها في غير في 20 حيت عندنا لا ديستونس بين سي دي ا 20، وبالتالي بيغ دو شارج في هاد الترونسون سي دي عندنا 38 ملي بار. مزيان، احنا حصلنا على حددنا الديامتر وحددنا بيغ دو شارج هنا. غنحدو عاوتاني بيغ دو شارج هنايا والديامتر. الديامتر كما سبق لينا هنايا قلنا 20 20، حتى هنا غيكون 20 بيان سور. مع الجرافيك غادي عندنا لا لونغور شحال هنا، عندنا 4 متر. غنشدو هذيك البيغ دو شارج لينيير اللي حصلنا عليها دابري الجرافيك هي 1.95، نضربوها غير في 4 غنحصلو على 7.6 ملي بار. واخا احنا دابا حصلنا على 7.6 ملي بار، اي ان سي دو سويت. يعني حنايا غادي حصلنا على لو ديامتر حصلنا حطيناه هنايا، وحصلنا على لو بيغ دو شارج. وغادي نزيدو دابا حنايا بال ا الاو غنديرو التوتال ديال بيغ دو شارج، خاصها تكون قل من 250. لقينا قل من 250 مزيانة، يعني صديق اون كارد هاد ديامتر نومينال 20 بالنسبة للترونسون دي او. كيفاش حصلنا؟ دابا لاحظتي واحد القضية هنا، بيغ دو شارج هنايا 2.4، غنزيدو عليها بيغ دو شارج باردون، غنزيدو عليها بيغ دو شارج اللي كاينة هنايا، ونزيدو على زوطخ بيغ دو شارج، غنلقاو يلاه حصلنا على باردون غادي يلاه حصلنا على لينيير، يلاه بيغ دو شارج، يلاه حصلنا على بيغ دو شارج ديال 105 ملي بار. ندوزو للجرافيك كيف سبق لينا، شنا دابا هو الجرافيك هو هذا. دابا هادي هي لا ميثود، يعني غروسو مودو هادي هي الطريقة اللي ممكن نستعملو بها نديتيرمينيو بها البيغ دو شارج ونديتيرمينيو بها لو ديامتر. وبنفس الطريقة تنستعملو حتى بالنسبة لا زون سيرفيس دو كارديولوج، تنستعملو نفس الطريقة. ولكن كيف قلت كيف سبق لينا شرحت، إلا كانت بيغ دو شارج اللي لقيناها فوق من لا بيغ دو شارج ادميسيبل، تنشونجيو لو ديامتر نومينال ديال، تنطلعو لو ديامتر. مثلا بحال هاد لوكا هنايا لقينا ديامتر نومينال 12 دابري بري سيليكسيونمون، ولكن ملي مشينا طلعنا ديامتر نومينال هودنا البيغ دو شارج وحصلنا على البيغ دو شارج توتال قل من 100 ملي بار، اي ان سي دو سويت. تنمشيو بنفس الطريقة، ومن بعد تنبداو نديرو الكيميل، كيميل ديال لي بيغ دو شارج. مثلا هنا غادي نحسبوا هاد بيغ دو شارج اللي كاين هنايا 0.7، ونزيدو عليها بيغ دو شارج اللي في هاد النيفو هي 79.45، ونزيدو عليها بيغ دو شارج بين اش او هي 67.5، ونزيدو عليها بيغ دو شارج بين او اي اللي هي غتكون او اي، مثلا غتكون او اي غتكون هي 56.8. في التوتال غنحصلو على بيغ دو شارج مثلا قل من مثلا بين ا اي مثلا، ولا بليتو ا بين الاو اي فوالا 56.8. وبالتالي لا بيغ دو شارج بين اف والاي ها هي اف اي، يلاه لقينا 203.75 قل من 250.
اوكي يعني لي ديامتر اللي حطينا هنايا اكسبتابل. فوالا هذا هو لو تريك اللي تكلمنا عليه قبل. قلنا البير دو شارج تنحدوها بهذه الطريقه هذه. شكرا على الانتباه ديالكم وتنتمنى ما نكونش طولت عليكم في الفيديو. جي ميكسكوز وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ونيزيتي با دو فير لايكي ا نوتر فيديو يا نوتر شين. Au revoir et à la prochaine vidéo.